النهارده بقى معايا موهبه غير اي موهبه طلعت معايا، معايا اخنوخ. اخنوخ موهبه حلوه جدا، كرهت انها تقعد في الضلمه وعايزه صوتها يوصل للنور. النهارده معايا اخنوخ وبنسجل غنوه جديده وهنتعرف عليه دلوقتي هو بيسجل ايه. غنوه ايه اللي بنسجلها يا اخنوخ؟ غنوه افتح باب رزق. كلمات والحان مين؟ كلمات والحان استاذ وائل فل، وهندسه الصوت وهندسه صوت استاذ ميلاد منير، واخراج استاذ هاني محروس. قريب جدا هنشوف اخنوخ في غنوه افتح باب رزق، وان شاء الله قريب هيطلع معايا في حلقه في راديو اف ام مصر، وانا بجد بتشرف باخنوخ وهيعمل له شغل كتير لانه بجد موهبه وتستحق تطلع للنور. ودلوقتي اخنوخ هيسمعنا حته من غنوتنا الجديده افتح باب رزق. سمعنا يا اخنوخ. وهتخسر ايه؟ افتح باب رزق ومد ايديك، ربنا مديك يبقى لي هو حق عليك. مد ايديك وساعد غيرك، صدقني ربنا هيديلك وخير كتير راح هيجيلك، وبكرة انت تشوف بعنيك. كفاية دعوة من حد حبك عشان شاف طيبة قلبك، افتح باب رزق وربك هيعوضك وهيديك. وهتخسر ايه؟ افتح باب رزق ومد ايديك، ربنا مديك يبقى لي هو حق عليك. الله عليك، الله عليك بجد. وهنخسر ايه لو نقف مع بعضينا ونحب بعض ونحاول نساعد بعض، وموهبه زي اخنوخ تطلع تشوف النور. قريب جدا استنوني وهعمل شغل كتير انا واخنوخ، وربنا معاكم، مع السلامه.